تحسبا لعيد الفطر المبارك لسنة 2020، بادرت مصالح أمن ولاية خنشلة بتنظيم حملة تحسيسية. هذه المبادرة التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار عيد فطر مبارك بدون عدوى، أين تم تشكيل قافلة تحسيسية تتكون من إطارات ورتباء أمن الولاية بالإضافة إلى الطاقم الطبي والشبه الطبي بالمركز الطبي الاجتماعي، أين تم تحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامات الواقية.